أحبك لأسبوعك لأيامك. فمن أول ما طلع كاظم الساهر على المسرح مع أغنية يا كل العشق، الجمهور ما وقف ترحيب فيه. وبرنامج الحفل تضمن مجموعة متنوعة من أغاني القيصر، بس رغبة الجمهور بسماع القصائد العربية خلت قاسم يغير برنامج الحفل. احترت لأن طلباتهم جمهور رائع طبعا، وكان طلباته كلها قصائد. فعلا كنت في حيرة، بس الحمد لله قدرت أنه أسعدهم باختياراتنا للأغاني، وكانت هو طلباتهم أصلا يعني. وبالفعل الجمهور كان كتير مبسوط، فكاظم ما تردد بتلبية طلبات جمهوره وغنى مجموعة من قصائده، وكان من أبرزهم زيديني عشقا، زيديني عشقا زيديني، هل عندك شك، وأحبيني بلا عقدي، أحبيني بلا عقدي، وضيعي في خطوط يدي. ومن هايلايتس الحفل كان سولو عازف القانون السعودي شادي الأزهري، يلي أدائه كان الإضافة المثالية لحفل القيصر. وهالحماس كمل بحفل خبر، يلي تفاعل الجمهور كان عالي بالحفل وبالسوشيال ميديا. فهاشتاغ كاظم الساهر في الخبر صار ترند، وتفاعل المتابعين معه بتعليقاتهم اللي عبرت عن سعادتهم بهالحفل، ويلي وصفوا البعض بالحلم يلي تحقق. أما حماس جمهور الرياض يلي رددوا كل كلمة من أغاني كاظم، خلت الفرقة الموسيقية تستسلم عن العزف وتترك الجمهور ليكونوا كرة للحفل. وكاظم عبر عن سعادته بنجاح جولته الغنائية بالسعودية من خلال أكثر من بوست على صفحته على الإنستغرام، فبعد كل حفلة كان ينشر أجمل مقتطفات منها.